السلام عليكم متتبعي القناة، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الوغ كيف العادة قبل ما نبداو، بالنسبة للناس في اكادير اللي بغى شي حاجة منشن يتواصل معايا في لي كومونتير او لا في الانستغرام، راه نخلي ليكم في صندوق الوصف. راه كنجيب لي كوموند بالثمن ديال السيت، ما كنزيد عليه حتى حاجة. اي فوالا، الوغ نبداو على بركة الله. نشوفو الكوموند اليوم. بالنسبة للناس اللي كيسولوني على التوقيت، تقريبا المدة علاش هكا توصل لا كوموند، تقريبا بين 15 يوم حتى 20 يوم، ولكن الأغلبية كتوصل على 20 يوم. الوغ نبداو بسم الله على بركة الله. عندنا هاد لا مونتر، صراحة كتبان شويه انتوما، معاها فوالا هادي كتبان ليكم مزيان، و معاها هادي حتى هي فوالا. trois articles qui vont tourner. Alors, bismillah. Maintenant, on a la montre. Bismillah. La couleur Zouina. هادي راه جو بونس كتعبر دقة القلب وكتعبر شحال من حاجة. انتو شفتو هنايا دقة القلب، لي با خطوة، شحال من خطوة درتو وشحال من حاجة اخرى كاينة في الداخل. هادو تا هما زويونين وكاينين في اللوينات. هذا القالب ديال لي جاتو، هذا السيليكون. نتوما شوفوا فوالا، نتوما شفتوا هذا راه السيليكون. هنا عندنا بزاف بزاف ديال الطوانت. لا الو هانتوما شفتو هادي راه طاحت هنا، ماشي عارف بلاصتها. هانتوما شفتو تبارك الله، هنايا بزاف الصغيورين، هنايا اللي كيكونوا شويه كبار. او ها هما هادو راه السدادات ديالهم. وهادي الصندال الصيف، راكم عارفين دابا فصل الصيف راه جاي على جاي في الطريق، راه وقتو هادي دابا، راه حنا كاينين في فصل الربيع. الوغ هادي خفيفة ياك، وهادي راه وهادي راها بلاستيك ميكا ماشي خشب. يقدر تبان ليكم هنا دايره بحال خشاب ولا شي حاجة، ولكن راه دايره بحال بلاستيك بحال صندلة الميكا هنا. وهذا راه عادي خيوط عادي وخفيفة. شوفوا هنايا فوالا، هنا كيف ما كتشوفوا كاينين هاد بزاف بالنسبه للبنوتات اللي كيعجبوهم. هانتوما شفتوا اللوينات كتار، وهادو اللي كيكونوا هكا مخلطين فيهم اللوينات. زوينين. نشوفوا هنايا عندنا لي فوزونغل،
سبحان الله، كل خطره ولا كولور اللي كنجيبو هنا، راه داك الغيبون السقا اللي كنديرو لي فوزونغل، هادي لا لين باش كيتقادو الطفيرات. اي فوالا، هادو لي فوزونغل. عندنا هنا هادو هكا او لا هكا هكا. هادو راه الا بانوا ليكم راه هما موف خفيف، وهنايا فيه واحد السطر في البيض. فوالا واش كيبانوا ليكم مزيان ولا لا؟ فوالا هانتوما راه هادو كلهم هكا كدايرين. صراحة هاد لا كولور زويونة، موف خفيف زويونة. هادي ديال المخدة، فوالا هانتوما صراحة لا كولور زويونة، و حتى التيسو شاد فراسو زوين، عجبني التيسو. واو انا في اللون راه بيض، التيسو زوين. كاينة هادي و جبت كاين شي وحدة اخرى. هانتوما الاخرى تاهي راه لا ميم كولور، ولكن هادي هانتوما كيف ما كتشوفوا هادي راه مربعة، ولكن صراحة زويونة. هانتوما هادي مربعة، وهادي ديال المخدة اللي كتكون شوية طويلة، ولكن صراحة زويونين، لا من ناحية التيسو لا حتى لا كولور. هاد لا كولور زويونة. فوالا هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الطابليه، وكاين هنا هاد الديكور هكا كوكين. فوالا هنايا راه نخلي لكم التصويره باش تشوفوها. هنا هانتوما تشوفوا هادو خصوصا كيحتاجوهم الناس اللي كيخدموا بكيك ديزاين، كيك ديزاين كيخدمو بيهم كيحتاجوهم بزاف. كل وحده دابا وليتيليتي ديالها. فوالا هذا كيجمع الكرش. فوالا راه يبان لكم من هنا راه شفاف، ومن هنايا مزير شويه على اساس انه يجمع الكرش، خصوصا بالنسبه للعيالات اللي تيبغيو يلبسوا شي كسوه ولا شي جليليبه وكيكون تيبانوا الجناب والكريشه، هذه كتعاون بان تعطي لا فورم زوينه. ونمشي من هنا. واو تبارك الله. هادي دايره بحال الشكل ديال القيدوره ياك، وراها تبارك الله واسعه بزاف. ما عرفتش انت غادي ندير نصورها لكم. تبارك الله شاده الطبله كلها. بلاتي باش تكون عندكم فكره. هانتوما باش تكون عندكم فكره قداش. هانتوما شتو راها مغطيه الطبله كلها تبارك الله وما شاء الله. هذه اشمنطاي، هذه راها غير 2XL. هانتوما شتو هذه راها غير 2XL تبارك الله عليها. صراحه جاتني بزاف. كنت لبس هكا جو بونس فراشه ياك. فراشه. المهم غير باش تكون عندكم فكره كي دايره راه وريتها لكم. وهنايا عندنا هذا الرازوار ديال الفيزاج، هما فيه هنا ثلاثه ديال هادو كيتشونجا.
صراحة هادو ما عمرني جربتهم، وهذه أول مرة أنني نجيبهم منك اليوم، يعني ما عرفتش بصراحة واش زوينين ولا لا، ولكن غالبا أنا كنقول غالبا يقدر يكونوا زوينين. هنايا هانتوما كاينه هذه ديال اللوتو، هذه ديال الظهر، فوالا من هنا راه فيها بحال الا قلتو شي حديدات هنايا جوج باش كيخليو الظهر واقف، وهادو السميطات ديالهم كتبان ليا زوينه، ولكن في الاستعمال ديالها صراحه انا ما عرفتش، اول مره حتى هذه نجي وان شاء الله تكون زوينه. كاينين عندنا هنايا هادو، هادو فايت لي كنجبتهم شحال هذا فاش يلاه بيت كن نجيب لي كوموند. هادي كتكون في الدوش، هانتوما كدير هكا، هادي راه كتلصق في الحيط، وهادي هنا كتدخلوا فيه داك العود ديال الشطابه اولا الكراطه باش ما تبقاش غير في الارض وكتطلق الماء، كتلصقوا هادي وكتلصقوها باش الشطابه ولا الكراطه كتكون معلقه باش تنشف دغيا. هنا عندنا هاد الزيلاستيك، لا ماشي دي زيلاستيك، هادو خيوطه ديال هاد الخيوطه ما عرفتش، المهم نخلي لكم التصويره باش تشوفوهم. كاينين هنا جوج، كاين هذا وكاين هذا. هنا هادي ديال لي ماكارون، هادي ديال لي ماكارون، راه كاين هادي وكاين شكل اخرين، فوالا انتوما هنا نشوفو شنو هي هذا. صراحه والله ما عرفت هذا ديالاش، المهم انا غنخلي لكم التصويره في الجنب باش تقربنا شويه للاكواسات، صراحه ما عرفتش ديالاش، ولكن الا شفت التصويره غنتذكر. المهم التصويره نقلب عليها وغنخليها لكم في الجنب بحال هذا. وهنا عندنا ضفيرات اخرين، لوينات اخرين، حتى هادو اول مره غادي، هادو اول مره غنجيبهم، فوالا هانتوما باش بلا ما نحيدو من هنا، هانتوما شفتو. غير هادو صراحه انا ما عجبونيش بزاف، ما كيبانوش ناتوريل، باينين بانهم دي فوزونغ. هادي بحال هذا لا لي او كاينه هنايا داك الغيبون اللي كيلصق الطفل، ديما هاد لي فوزونغ اللي كيكونوا هكا فهاد البوات صغيوره راه كيكونوا فيهم ديك هاد الغيبون ديال اللصاق، وباش تكونوا متاكدين راه خاصكم ديما تقراو العنوان اش مكتوب، وتشوفوا التصويرات ديال الناس، وتشوفوا لي كومونتير ديالهم، ديما هادشي راه تيعاون انكم تختاروا حاجه مزيانه. فوالا هنايا عندنا هاد السميطات بثلاثة، ديجا كنظن لا كوموند ديال البارح كانوا كانت فيها بحال هكا هاد السميطات بثلاثة، فوالا ها البسيم ديال هادو كيداير، اي فوالا هما كيدايرين راهم رقاق ما غلطش بزاف، او فوالا لي كولور كحل قهوي ابيض، الاغلبيه ديال الاغلبيه ديال لي كولور هما اللي كيتلبسو بزاف. هنا عندنا هاد السريويل شوميز دو نوي، هنا ها هو لو او ديالها، فوالا
نتوما، وبلا نوريكم هنايا في التحت كي داير، راه فيه هاد الزويقه بالنسبه للسروال. هانتوما شتو تقريبا نفس الزويقه اللي كاين في هاد اللوقو، وهذا راه ساتان جو بونس، هذا راه ساتان. فوالا فوالا، حتى هنايا عندنا هاد المول ديال لو كوغ، فوالا هاد حتى هو ديال السيليكون، كيجي فيه كيجيو فيه لي كيك زويورين. فوالا، حيتاش نورمالمون بحال هادو في السوق تقدو تلقاوهم بواحد الثمن اللي كيكون خيالي، باغ كونطخ هنايا فين كيكون الثمن شويه ريزونابل، الثمن اللي الناس يقدرو ياخدوه. نشوفوا هنا نشوفوا هنا النظرات، فوالا الستيل ديالهم زوين، فوالا نتوما من الجنب زوينين. نشوفو هنا شنو عندنا، هانتوما هادي راها ديال الشفار ولكن راها خاوية، هانتوما شتو راها خاوية. هادي دابا اللي بغى يعمرها مثلا بزيت الخرواه ولا بأي زيت اللي تقدر تعاون الشفار، صراحة هذه زوينة، نقدر ناخذها حتى انا واخا هو زيت الخروع زوين، ولكن في نفس الوقت كيقولوا شوية مضر العينين، داكشي علاش ما عمرني زعمت عليه. كنت واحد الوقت كنديروا الحجبان ولكن ما قنعت وانا نحبس، ولكن الشفار غير ما توصلوهمش الزيت اللحم. فوالا، وهنا عندنا هاد لي باك، فوالا هاد الجرانات ولا شنو سميتو، فوالا المهم هما كاينين هنايا ربعة ديال لي باك ديال كولور ديفيرون. هادي حتى هي ديجا كنت خديتها في الكوموند اللي قبل، فوالا هادي السليسلة ديجا كنت خديتها. نشوف اخر شنو كاين هنا، هنا كاينين هاد الخويتمات، فوالا كاينين اربعة الخويتمات. فوالا هنا كاين هاد السلسلة هكا سامبل، هانتوما شتو راها سامبل، حتى هنا في هاد الشي اللي بقى، نشوفو هنا فوالا هادو ديال الشعر. هانتوما بالنسبه للبنيتات اللي كيديروا كوتشيفال، هادو كيجي فيهم رائعين. فوالا هنايا هانتوما شوفوا
فراشات مختلفة، مختلفة الأحجام، ها الصغير ها الكبير. بالنسبة للديكور اللي كيعجبو هاد الفراشات، ديجا من قبل إلا كنتو شفتو واحد لاكوموند قبل، كنت وريتكم فراشات شوية ذهبيين كادوك زويونين عجبوني، وهادو دابا هاد الفراشات راهم نوار وراه كيديرو معاهم هنايا. هاي اللصقة ديالهم، ولكن كيفاش تتخدم الله أعلم. ايه هانتوما شتو هادي كتلصق باش تلصقوها في الحيط بلا ما تكرفس ليكم الحيط. هنا عندنا هاد لي فورشيت والموس ديال الوليدات الصغار، فوالا هانتوما شتو راه فيهم الشكيلات، كيطيحو زربانين بغاو يخرجو. هانتوما بحال شي كيعجب الوليدات الصغار، خصوصا لي بغيتو تشجعوهم ياكلو لي فخوي، سيرتو لي فخوي. هانتوما بحال هنا كاينه هاد لا جيراف، هذا ما عرفتش شنو هو، هادي مشيشه، وكل حاجه راه فيها جوج جوج. هذاك الياب هانتوما بحال دابا هنا ها هما جوج، لا هاد الزرافه ها هما جوج، هاد جوج، المشيشه جوج، وهادو حتى هما قروضه هادو. المهم كلهم فيهم جوج جوج. بحال هادو راكم عارفين كيعجبو الوليدات بزاف. هنا بسم الله، هنا عندنا هاد هادو هانتوما، راه كل وحده كاينه بالبلاستيكه ديالها. بانو ليا مزيانين، وراه كاينين هانتوما هادو، كاينين هادو ديال فاغافوفيير، المهم على حسب الاحجام. هادي ديال فون دو تان، المهم وهي وحده صغيرة دو تان. هادي ما عرفت كاع علاش، انتوما شوفوا واحد جوج شعيرات اللي فيها. هانتوما هذه بلا ما نحلها، راه سلسلة وهنا فيها هاد الفراشة، كتبان لكم مزيان فوالا. هنا كتبان كاينه هاد الفراشه وراه سلسله، نخلي لكم التصويره باش تبان لكم مزيان. هذه ما نقدرش نحلها، المهم ها هي راه جلبانه. هانتوما شفتوا راه جلبانه. هنا عندنا هاد لي فوزونغل، هنا عندنا شكل اخر، هادو بانو ليا زويونين، هاد الديكور عجبني زوين. فوالا هانتوما شتو كيجيو زويونين، بس راه هادو طوال بزاف تاني، ولكن المهم اونكو زويونين. وحتى هادو راه دايرين معاهم لو غيبون، هادي اللصقة. اي فوالا، هادو ما دايرينش معاهم ديك لاليم، فوالا. هنايا عندنا هاد لي بغاسلي هكا، وهنايا كاينين هاد لي كورميت دايرين بحال هكا. هانتوما شتو الشكيلات، واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟
لا مهم، هنا كاين هاد الشكل اللي داير هكا، وكاين هنايا هاد الشكل هكا، وهنايا هاد لي دو براسلي. هنا عندنا لي باك، هنا عاوتاني كوات اخرين، يعني هادو رقاق بزاف، هادو غادي دغيا غيعوجو دغيا غيترسو. المهم هنا كاينه هاد الكوغميت هكا، ورا كاينين جوجات، وحده غليظه يبان لكم هنا، هذه غليظه وهذه شويه. نشوفوا هنا اخر ارتيكل، فوالا عندنا هنايا هاد لي براسلي، فوالا، وهنايا كاينه هادي فيها هنايا هاد السهم، وهنايا هاد الكوغميت العاديه اللي فيها دواره في الوسط، فوالا. فوالا لا كوموند اليوم هي هادي، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وتكونوا استفدتوا معايا كيف العادة. اي تساؤل عندكم، اي حاجة بغيتوها تواصلوا معايا في لي كومونتير. وبالنسبة للناس اكادير كيف ما قلت لكم، يبغى شي حاجة منشين بالثمن نسيت، يتواصل معايا في لي كومونتير، او لا راه نخلي لكم الانستغرام ديالي في صندوق الوصف. مرحبا بكم، واي رمارك عندكم، اي تساؤل، اي حاجة تواصلوا معايا في لي كومونتير، وان شاء الله يكون خير. وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي عفاك نايمه، حط لينا الروابط في صندوق الوصف ديال المشتريات، راني كنحاول البنات تكون عندي شي وقيته باش نحط لكم الروابط، راه ما نسيتكمش، غير كيستيون دو طون. والله يلا دابا راكم عارفين بين الخدمه وبين انني ندير شين، راه كيدي ليا شويه د الوقت، عاد خلي عليكم فاش كنخرج وكل شيء. يعني الا لقيت شي وقيته ان شاء الله نكون فيها شويه مساليه، راه ما غنساكمش، غنحط لكم الروابط شويه بشويه ان شاء الله. والله يسر، وشكرا، بسلام عليكم، باي باي.